جالك زيارة. عارف لعبة الأفلام اللي كنا بنلعبها وإحنا صغيرين؟ أنت مين؟ أنت ما تعرفنيش، بس أنا أعرفك، أعرفك كويس أوي. أنا من طرف حبيبك. حبيبي مين؟ أبو حماد. إيه؟ لحقت تنسى؟ عايز إيه؟ قلت لك عايز ألعب أفلام، فاكرها؟ ولا ما كنتش بتلعبها وأنت صغير؟ عموما أنا هسهلها لك خالص، أنا هوريك صور وأنت تقول اسم الفيلم، اتفقنا؟ المدرسة؟ مدرسة بنتي؟ هتفجروها؟ حد سمع هو قال ايه؟ ده انا قتلكم اولع فيكم كلكم وبرضه مش هيكفيني. اهدى، انا بلغت الرسالة ومع الرسول الا البلاغ. اللي هيفكر بس يقرب من بنتي هاكل قلبه. انا عمر شكري بلغ ابو حماد عشان شكله نسي مين هو عمر شكري. هبلغه. استنى عندك، قول لأبو حماد اللي مش هسيبه، فاهم؟ اللي هقرب من بيت هاكل قلبه، مش هسيبك يا أبو حماد. يعني ايه يا بوبي؟ يعني انت احلى 100 مره من سندريلا. اقول لك على سر؟ قول. انا عمري ما حبيت الحكايه دي. امال انت بتحكيها لي ليه؟ عشان انت بتحبيها. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك. اي حاجه؟ يعني انت ممكن تعمل اي حاجه حتى لو انت ما بتحبهاش عشان خاطري؟ ايوه. المهم ان اشوفك مبسوطه وعينيكي بتلمع. انت ما تعرفيش انت غالي عندي قد ايه.